في فترة من الفترات كده كان الميلان هو بداية يعني واحد من أكتر الأندية المفضلة ليا اللي قعدت سنين طويلة جدا بتابعها وبشجعها في كل المسابقات. الجيل اللي هو كان مكتسح أوروبا، الجيل اللي كان فيه جورج ويا، مالديني، نيستا، بيرلو، تشيفتشينكو، سيدورف وغيرهم كتير جدا، أمبروزيني وغيرهم كتير من النجوم الحقيقة. وللأسف الشديد جدا يعني حصلت انتكاسه مش بس لميلان، تقدر تقول كده للكره الايطاليه كلها، لغايه لما رجعت ايطاليا وبقوه في النسخه الاخيره من يورو 2020 ورجعت لبارقها المعتاد وخلتنا نحس انه الكره الايطاليه راجعه بقوه عشان تنافس. في الفقره دي هنتكلم مع ستيفانو رافيليا وهو مذيع في قناه نادي اي سي ميلان، هيكون ضيفنا النهارده في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بدايه بشكرك على وجودك معنا وبرحب بيك على شاشه النادي الاهلي. Grazie a voi, mi fa molto piacere essere qui perché insomma tifando شكرا لكم squadra... شكرا على توجيه الدعوة لي. أنا سعيد وتقبلت الدعوة على قناة الأهلي لأن أعلم الأهلي جيدا، الأهلي الذي خطف لقب ثاني أكثر الأندية تتويجا في العالم بعد الميلان، ولهذا أعلم الأهلي وأعرفه جيدا. طيب قبل ما أفتح معاك ملفات الميلان، بداية خليني أبتدي معاك مع المنتخب الإيطالي اللي حقق المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية. بداية ردود الأفعال في إيطاليا، يعني هل في حالة رضا، هل في سعادة بتحقيق المركز الثالث، ولا بعد ما حقق منتخب إيطاليا لقب يورو 2020 الناس مستاءة أو كانت متوقعة إنه يحقق لقب دوري الأمم الأوروبية؟ ما لا نيشنز ليج هي una competizione molto giovane e دوري الامم الاوروبيه دوري جديد وبطوله جديده فوز ايطاليا به كان يؤكد على هيمنه الكره الايطاليه وعلى احقيه ايطاليا بالفوز ببطوله الامم الاوروبيه. الجميع في ايطاليا اسف وحزين بعد خسارة المباراة أمام أسبانيا، لكن الإيطاليين جميعا كانوا ينتظرون الفوز بهذه البطولة، لكن ردود الأفعال جيدة وليست سيئة. هل تتوقع أنه استمرار مانسيني بنفس الكتيبة في مشوار السعادات لكأس العالم، ولا متوقع أنه يكون في بعض التغييرات على التشكيلة الإيطالية؟ بكل تأكيد لا، هذا مستحيل ومن رابع المستحيلات. مانسيني قدم أداء كبير وعمل عمل عظيم لإيطاليا، معه إيطاليا فازت ببطولة الأمم الأوروبية، وإيطاليا الآن لديها الفريق الذي قد ينافس على جميع البطولات. الآن إيطاليا تستطيع أن تقول لديها مالديني آخر، ولديها كوستا كورتا آخر، ولديها العظيم من اللاعبين. مانسيني سيستمر وسيقود إيطاليا إلى تصفيات، وسيقود إيطاليا في كأس العالم في قطر، وسينافس على البطولة، ومن الممكن أن يفوز بالبطولة. مانسيني، نحن مع مانسيني قلبا وقالبا صحفيين وإيطاليين وإعلام. مانسيني جاء وانتشل إيطاليا من صعوبات كثيرة جدا، ولهذا يجد دعمنا ونحن دائما معه. طيب هل بتعتبر أنه استعادة المنتخب الإيطالي لبريقه مرة تانية، لقوته مرة تانية، الرجوع لمستواه المعروف عنه على أنه فريق مرشح للمنافسة على أي لقب، ده كمان ينطبق على الأندية الإيطالية، الميلان، الانتر، اليوفي، روما، ولا المنتخب في وادي والأندية في وادي تاني؟ شكرا لك على هذا السؤال، سؤال مهم جدا، ودائما ما نواجهه كصحفيين عندما نخرج مع ميلان أو إنتر في المؤتمرات الأخرى. إيطاليا بالتأكيد قامت بعمل بطولة كبيرة وعظيمة. المنتخب الآن عادت إليه سمعته وهيمنته وعادت هيبة إيطاليا، لكن مانسيني هو من قام بخلق هذا الأداء، لأن لديه بعض العديد من الشبان الإيطاليين والذي لديهم الرغبة لعودة الكرة الإيطالية إلى الواجهة، وهذا سيؤثر بالإيجاب على الكرة الإيطالية. هل تعلم أن الدوري الإيطالي الآن هو أقوى الدوريات في أوروبا وأكثر الدوريات إحرازا للأهداف، كل مباراة بمعدل 3 أهداف ونصف الهدف،
الكرة الإيطالية كانت تعود و... لا أريد أن أقول لك التعود، ولكن عادت مع مانشيني وعادت للواجهة وستعود مرة أخرى. لكن أنا أقول لك شيئا هاما جدا، أن الأندية الإيطالية في هذه الأيام تعاني من أزمة اقتصادية، ولكن سنرى ماذا يحدث الأيام القادمة. ده ممكن ينطبق، يعني إذا سمحت لي بأن أنا أختلف معك، ممكن ينطبق على مستوى المنافسات المحلية، لكن لو كلمتك على مستوى المنافسة على مستوى قارة أوروبا، إزاي بتشوف فرص الأندية الإيطالية في منافسة على ألقاب الشامبيونز ليج واليوروبا ليج؟ هل الأندية الإيطالية قادرة على تحقيق الألقاب دي من وجهة نظرك؟ ما io ho ancora molti dubbi su tutte le squadre perché in Coppa dei Campioni. يجب أن أقول صريحا معك، أنت تتابع الكرة الأوروبية من خلال أسئلتك، والعالم العربي وجماهير الأهلي يتابعون البطولات وترى الميلان وترى اليوفي وترى الإنتر، لكن دعني أتحدث معك عن مباراة الميلان أمام أتليتيكو. كنا ممكن أن نفوز بهذه المباراة، لكن الحكم التركي أفسد المباراة وأفسد ليلة كانت من أفضل ليالي الميلان في سان سيرو. اليوفي هو الآخر يقدم أداء جيد وعاد وفاز أمام تشيلسي، وهذا تشيلسي قدم، لكن هناك أندية أعظم من الميلان والإنتر واليوفي في هذه الأيام، وذلك لوفرة اللاعبين مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وهؤلاء لديهم اللاعبون الجيدون. لكن إذا كنت تريد أن تتحدث عن هذا الأمر بما يخص الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، الميلان والإنتر واليوفي يحتاجون عديد من اللاعبين كواليتي مختلف وكواليتي عالي من أجل المنافسات الأوروبية لكي تنافس ريال مدريد وتنافس البي اس جي. بالحديث عن اللاعبين، خليني أسألك عن ملفين يمكن أثيروا مؤخرا وأثاروا حالة جدل في نفس الوقت، الكلام على قصة طبعا نجم الميلان زلاتان إبراهيموفيتش وقصة تجديد عقده أو انتهاء علاقته بنادي الميلان. عايز أعرف منك آخر التطورات، وسمعنا النهاردة كمان تقارير بتتكلم على اهتمام البارسا بواحد من نجوم الاي سي ميلان وهو الإيفواري كاسي. ايه حقيقة الامر، وهل دخلت المفاوضات في اطار جدي او حصل تفاوض واتصال بين مسؤولي الناديين؟ secondo me sarà l'ultimo anno di Ibrahimovic. بالنسبة لي إبراهيموفيتش سيكون اخر عام له مع الميلان هذا العام، ولن يقوم باولو مالديني بالتجديد لإبراهيموفيتش، لأن إبراهيموفيتش خلال الجلسة الأخيرة مع باولو مالديني وإدارة النادي طلب أكثر. من المفترض أن يحصل عليه لاعب في عام 40 عام، إبراهيموفيتش الآن لديه 40 عام. باولو مالديني تحدث معه بالأمس وكانت جلسة مغلقة، وتم منع وكيل إبراهيموفيتش من الحضور، وإبراهيموفيتش وافق على ذلك من أجل حب الميلان وجمهور الميلان. لكن الأمور لم تنتهي بالنسبة لإبراهيموفيتش. وفي فيما يتعلق بكاسي، اهتمام برشلونة بلاعب الميلان، لا هذا أمر غير مرغوب فيه. بشكرك شكرا جزيلا ستيفانو رافيليا المذيع بقناه اي سي ميلان طبعا على وجودك معنا على شاشه، واتمنى انا شخصيا طبعا ان الميلان يرجع ينافس بخامس بس على مستوى البطولات في ايطاليا. خدوا بالكم الميلان في فتره من فترات كان بينافس ريال مدريد، كانوا اكبر ناديين على مستوى القاره والاكثر حظا للالقاب، واتمنى ان الميلان يرجع مره ثانيه زي ما بيقولوا اون تراك. خلينا نتكلم بقى اكثر على اصابه محمد الشناوي، وكلام كتير حتى يمكن قبل ما نبدا الحلقه مع الزملاء على اصابه محمد الشناوي. يعني قلنا ننتظر حتى، وزي ما حضراتكم عارفين على شاشه الاهلي ما بنقولش الخبر الا لما يكون خبر اكيد. الحقيقه دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول كره القدم في النادي الاهلي قال انه محمد الشناوي كابتن الفريق اجرى اشعه سونار ورنين مغناطيسي النهارده بعد وصول بعثه المنتخب للقاهره، وتبين وجود تمزق في العضله الخلفيه بيحتاج لفتره علاج تتراوح ما بين 4 لـ5 أسابيع. كمان الشناوي كان اتعرض للاصابه دي خلال مشاركته طبعا في ماتش امبارح امام ليبيا في تصفيات كاس العالم، وبعد ما وصلت البعثه للقاهره خضع الشناوي لفحوصات طبيه تحت اشراف الجهاز الطبي بالنادي اللي كشفت عن تعرضه لاصابه بالتمزق في العضله الخلفيه، وبيخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله عشان يتم تجهيزه للعوده للمشاركه في التدريبات والمباريات الرسميه. كده يعني تاكد بشكل رسمي غياب الشناوي عن مواجهتي دوري الابطال مع الحرس الوطني، غيابه عن
مباريات الدوري اذا اقيمت البطوله في موعدها، وبدانا باول ثلاث ماتشات اللي هم قبل ما يتوجه المنتخب لمواجهه انجولا والجابون. يعني كده معناها انه الاول سبع ماتشات تقريبا في مشوار الاهلي في البطولات المختلفه ومع منتخب مصر الشناوي غايب عنهم، سواء الاهلي مع حرس وطني رايح جاي، الاهلي مع اسماعيلي وبعد كده بنك اهلي وبعد كده زمالك، او الماتشين بتوع منتخب مصر في تصفيات كاس العالم اللي فاضلين في المجموعه. الف سلامه شناوي، معلش قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله ترجع بسرعه وتكون احسن من الاول. نتكلم بقى على مشوار تصفيات كاس العالم، ونتكلم على المباراه المنتظره والمهمه جدا. احنا بنتكلم على يوم السبت اللي جاي ان شاء الله انطلاقتنا في بطوله دوري ابطال افريقيا مع واحد من نجوم النادي الاهلي، كابتن خالد جدالله، هيكون ضيفنا النهارده في السادسه بس بعد الفاصل.